أنا دكتورة نهى شمس الدين، مدرس مساعد طب نفسي في القصر العيني، حاصلة على ماجستير الطب النفسي من جامعة القاهرة، وحاليا بحضر الدكتوراه. دي 7 سنة ليا بشتغل فيها في الطب النفسي. اشتغلت مع وايد رينج اوف دايجنوزيز زي الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، اضطرابات الشخصية، حالات الإدمان. اشتغلت كمان مع أعمار مختلفة من أول الأطفال لغاية كبار السن. عندي خبرة في الشغل مع اللاجئين والناس اللي من جنسيات مختلفة. بحب أستخدم الإكليكتيك أبروتش اللي بيبقى فيه بنستخدم كذا نوع من العلاج النفسي على حسب كل حالة محتاجة إيه، وعلى حسب إحنا في أنهي مرحلة من مراحل العلاج. أكتر سن بحب أشتغل معاه الأدلتس وكبار السن والأدكشن. أنا عندي إيمان إن الألم النفسي أو التعب النفسي ما يقلش إن ما كانش أصعب من الألم الجسدي، وساعات هو بيبقى كمان السبب فيه. الاستجمة طبعاً يعني ما زالت موجودة في الطب النفسي، بس هي بدرجة أقل كتير من الأول. يعني هو الناس كلها دلوقتي فاهمة يعني إيه طب نفسي ويعني إيه أمراض نفسية، وإن إحنا ندور على العلاج. يمكن الاستجمة أكتر بتبقى في إني أقول إني بتعالج نفسي ولا لأ. يعني في ناس حتى بتبقى شايفة إن في مشكلة إن هم يقولوا ده حتى الأقرب الناس ليهم، فهو ستيل في استجمة وستيل يعني محتاجين إن الناس تبقى عندها وعي أكتر بالطب النفسي وبإن المرض النفسي ده مرض زي وزي أي مرض عضوي. لو بتمر بأي صعوبة مأثرة على حياتك اليومية، فعايزة أشجعك إن أنت ما تترددش، وإن إحنا نبدأ رحلة العلاج، وهتلاقي ثمرة ده بينعكس على كل حاجة في حياتك اليومية.